أحرز أهدافاً بالجملة، تصدر المشهد بقوة، وأجبر الريدز على التوقيع معه لتأمين بقائه داخل جدران إنفيلد. فرعون مصري جديد سيخلف أسطورة ليفربول محمد صلاح، الملك الذي لا يحتاج إلى وصف ولا تعريف، فمن هو ولي العهد المنتظر في قلعة إنفيلد؟ كريم أحمد نجم واعد جديد، بدأ نجمه في البزوغ بقوة في سماء ليفربول خلال الأشهر الأخيرة ليلفت أنظار جماهير الريدز، وتبدأ في رسم الأحلام بإمكانية أن يحمل الراية من بعد محمد صلاح ويرسم مسيرة أسطورية لملك مصري جديد في الدوري الإنجليزي. بدأ كريم أحمد المولود في إنجلترا لأبوين مصريين مشواره مع ليفربول في أكاديمية النادي التي انضم إليها وهو طفل، ليبدأ في التدرج مع فرق الفئات العمرية ويلفت الأنظار بشدة، ليتم تصعيده لفريق تحت 18 عاماً أواخر عام 2022 قبل أن يتم عامه 16، ويبدأ نجمه في البزوغ بقوة خاصة في مراكز الهجوم وصانع اللعب والجناح، وهي نفس المراكز التي يبرع فيها محمد صلاح. وسجل الفرعون المصري الجديد العديد من الأهداف اللافتة مع ليفربول في مسابقات الشباب التي أظهرت تمتعه بمهارات وقدرات كبيرة على غرار مواطنه، ليتصدر المشهد بقوة في تلك المرحلة العمرية ويجبر النادي الإنجليزي على توقيع عقد معه لتأمين بقائه داخل جدران إنفيلد وتحصينه من أعين الأندية الكبرى التي تقتنص المواهب المبدعة. صيت كريم أحمد وصل إلى بلاده الأم ليتم استدعاؤه لتمثيل منتخب مصر تحت 17 عاماً، أملاً في ترسيم مسيرته مع الفراعنة قبل أن يخطفه منتخب إنجلترا التي يحمل جنسيتها بحكم مولده هناك، لكن رغبة اللاعب في السير على خطى محمد صلاح تبقى أحد أهم العوامل التي تؤمن استمراره مع المنتخب العربي على الصعيد الدولي. وباتت جماهير ليفربول تنتظر تلك اللحظة التي يتم فيها منح كريم أحمد الفرصة للظهور مع الفريق الأول واللعب بجانب مواطنه محمد صلاح، حتى يتأكد لها أن الفرعون الجديد بات جاهزاً للاحتفال مع الفريق ووضع بصمته سريعاً بقيادة الريدز لتحقيق البطولات كما فعل مواطنه الأسطوري. فهل تأتي تلك اللحظة في وقت قريب؟